الأحباء المباركين مشاهدي قناة الحياة المسيحية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل. ربما بتسألوا النهاردة عن فدوى صلوا من أجلها، هي مريضة بعض الشيء، أتمنى وأصلي أن تكون معنا غدا الثلاثاء في الحلقة المباشرة أيضا. الرب يبارك حياتكم. خلينا أدخل مباشرة كما تعودنا إلى الرسالة الروحية أولا، وبعد ذلك نبدأ موضوعنا. الرسالة الروحية النهاردة بناخدها من كورنثوس الثانية 10 الآية 4 و5، يقول الوحي الإلهي: إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. ما معنى أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية؟ يعني ليست الأسلحة العادية التي يستخدمها الإنسان ضد الإنسان، مثلا أسلحة سيوف أو الأسلحة الحديثة، البنادق، المسدسات إلى آخره، أو الأسلحة الاستراتيجية المعروفة، أو يستخدم هذه الأسلحة لنشر الإنجيل كلمة الله إلى آخره، أو أسلحة الثروة والمجد الباطل. فهناك أسلحة مختلفة يستخدمها الإنسان، أسلحة السلطة، أسلحة الفصاحة والتعبير والكلام والبراعة والعقل، خاصة العقل المنتفخ. كل هذه أسلحة جسدية، لو استخدمها الإنسان فهي استخدام الإنسان العتيق. لكن هناك أسلحة المقصود بها هنا أسلحة محاربتنا ليست جسدية، فهي قادرة بالله وليست بنا. وهنا الأساس أنها قادرة بالله، هذه الأسلحة التي هي الصلاة، الصوم، الخضوع والطاعة لكلمة الله، هذه هي الأسلحة. الإيمان بالإله الحي هي الأسلحة الفعالة، الأسلحة لكل جندي حقيقي مسيحي. ليس لديه غير هذه الأسلحة. فالمسيحي الحقيقي هذه أسلحته التي تهدم حصون لا يستطيع العالم أن يهدمها. فلا يستطيع العالم بكل ما تقدم فيه من أسلحة أو من علوم إلى آخره، أن يخرج روح نجس مثلا من إنسان أو أن يشفي مريضا بكلمة الله، لا يستطيع. لكن هذه الأسلحة قادرة بالله على هدم حصون الشر وهدم حصون الخطية. ويقول الوحي الإلهي بعد ذلك: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. فالمسيحي الحقيقي يستأسر كل فكر إلى طاعة المسيح. فهناك من يؤلفون بين قوسين علما يسمونه علما وهو ليس كذلك، علما كاذبا، افتراضات علمية بيحاولون من خلالها إلغاء وجود خالق عظيم مهيمن على هذا الكون. المسيحي الحقيقي من خلال هذه الآيات ليس لديه أي استعداد أن يقدم أي مهادنة في هذا الاتجاه، بل هو ملتزم بأن يستأسر. يعني إيه يستأسر؟ يعني يأسر أسر، زي واحد في الأسر، يستأسر كل فكر إلى طاعة المسيح. ليس معنى هذا أنه يدين الفكر، مجرد الفكر، فكل الناس لهم الحق في أن يفكروا، وهناك أفكار وإبداعات رائعة جدا عبر التاريخ البشري. ولكن المعنى هنا يستأسر كل فكر، يحاول أن يستخدم أي قدرات فكرية أو عقلية بطريقة ما تتحدى وجود الرب الإله أو يعصيه. هذا المسيحي ملتزم بهذا الأمر تجاه نفسه، تجاه حياته الروحية في الأول، وبعد ذلك في توصيل هذه الرسالة إلى الآخرين. فإذا رسالة اليوم على المستوى المسيحي الروحي، خلينا نستفيد منها
أننا نستأثر كل فكر في حياتنا يعرض علينا، أي فكر فيه عصيان للرب الإله، فيه في اتجاه الخطية والشر، أي فكر من هذا القبيل نستأثره، نخضعه، نضعه تحت مجهر طاعة الله، يوافق أو لا يوافق. بالتأكيد إن كان لا يوافق يطرح خارجا، ونعيش في مركز طاعة روح الله. ولا تنسوا، ففي أعمال الرسل 5:32 يقول الوحي الإلهي: يعطي الروح القدس للذين يطيعونه، الذين يضعون أنفسهم في مركز طاعة روح الله، يرفضون الشر والخطية الموجود في العالم. دي رسالتنا النهاردة. الرب يبارك حياتكم. خلينا مباشرة أنتقل إلى حلقة اليوم. حلقة اليوم هي هاجس أكل لحم الخنزير الذي يلاحق الأحباء المسلمين، خاصة إذا خرجوا خارج بيوتهم ليأكلوا هنا أو هناك أو في سفر أو في أي مكان خارج المنزل، يكون عنده هاجس أكل لحم خنزير. وقد تحول هذا الأمر يعني بطبيعة الحال إلى شعار يستخدمه الأحباء المسلمين، أراه في الغرب يعادل شريعة أو عفوا شعار الحجاب. وبالتأكيد يدخل هذا الأمر في منظومة الأكل الحلال. السؤال الذي نقدم اليوم في هذه الحلقة: لماذا حرم الإسلام أكل لحم الخنزير؟ هذا سؤال هو موضوع الحلقة اليوم. ثم هل الأسباب التي قدمت حديثا قدمها بين قوسين العلماء، علماء التفسير أو المهتمين بالشريعة في هذا العصر، ما قدموه من أسباب لرفض أكل لحم الخنزير، هل هي أسباب حقيقية صحيحة أم أنها أكذوبة يتم خداع المسلمين من خلالها، لأنها يعني ليست لها الأدلة الصحيحة أو المعقولة أو التي تنطبق على الواقع؟ هذا وغيره بنعمة الرب سنناقش في حلقة اليوم. وخلينا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا لهذا اليوم: المسلمون وهاجس الخنزير. دي حلقة النهاردة بنعمة الرب القديم. الحلقة السابقة حتى أعطيكم فكرة، كنا تناولنا نفس النصوص القرآنية التي تتكلم عن منع الدم والمخنوق والميتة، وسألنا، وأنا شخصيا بحثت لأجد يعني السبب، ليس هناك سبب واضح شرعي، أتكلم عن سبب شرعي. سؤالنا اليوم عن عدم أكل لحم الخنزير، أنتظر إجابة شرعية. أيضا موضوع أنه في جراثيم وفي بكتيريا وإلى آخره، أنتظر إجابة شرعية. لماذا الخنزير بهذه الطريقة يعني التي فيها الهواجس الكثيرة جدا، يعني لدرجة أنكم جعلتم يعني من يعني إحدى أهم رسائل عيسى حينما يأتي أنه يقتل الخنزير؟ يعني هذا الهاجس لابد أن يعطي سببا شرعيا فهمه المسلمون الأوائل، وبالتالي أنتم تعرفونه. فإذن بنعمة الرب اليوم الحلقة ستكون عن لماذا تم تحريم أكل الخنزير في الإسلام، وإذا شاء الرب وعشنا ستكون هناك حلقة قادمة وهي أكل الخنزير في العهد القديم وفي العهد الجديد، وسنتناول معه أيضا موضوع في مصر القديمة والفراعنة، ماذا كان وضع أكل لحم الخنزير أيضا. إذا اسمحوا لي أحباء المباركين أدخل مباشرة لعرض مقدمة، وسأنتظر مكالماتكم بعد حوالي 25 دقيقة من الآن. بداية
أبدأ بالنصوص القرآنية زي ما أنتم شايفين كده في هذا العنوان. أبدأ بسورة البقرة 173، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يبقى إذن في هنا تحريم للحم الخنزير، ده كان الأسبوع السابق الميتة والدم. إذن لحم الخنزير، لماذا حرم لحم الخنزير؟ سورة الأنعام 145، قل رسول الإسلام إله يقول له قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو ده موضوعنا لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. النص الثالث سورة النحل، إنما حرم عليكم الميتة والدم وأيضا ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. أيضا النص الأخير في هذا الموضوع المائدة 3، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمبقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. السؤال الأساسي لهذه الحلقة كما قلت لكم أحبائي، لماذا حرم إله القرآن أكل الخنزير؟ لماذا؟ ما هو السبب الشرعي في هذا التحريم؟ وأرجو من الأحباء الذين سيقدمون مداخلاتهم معنا أن لا يتطرقوا الآن إلى الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس ستكون له حلقة قائمة بذاته بنعمة الرب القدير وهي الحلقة القادمة. اليوم نريد أن نعرف السبب الشرعي، لماذا تم تحريم لحم الخنزير في الإسلام في القرآن زي ما شفت النصوص. أنا رجعت للتفاسير لأجد سبب واضح شرعي يقول لأن الخنزير يعني، ويوضح لنا السبب الشرعي بصراحة لم أجد، ربما بحثي ناقص، فأنتظر من الأحباء الذين يداخلون معنا أن يقدموا لنا السبب الشرعي. أنتقل إلى التفاسير القرآنية. أبدأ بسورة البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فذهبت إلى تفسير ابن كثير، ليس فيه الكثير مع أنه ابن كثير، وجدت وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء زكي يعني الذبح أو مات حتف أنفه أو مات كذا فهو محرم يعني، ويدخل شحمه في حكم لحمه. يعني دي طبعا أنتم عارفين دائما القرآن لأنه ليس دقيقا في النصوص، فهو بالنص القرآن ذكر لحم الخنزير، فهنا أصبحت لدى المفسرين وغيرهم، طيب والشحم يدخل ولا ما يدخل في، لأنه ليس يعني ضمن اللحم، يمكن أن تجد لحما صافيا، لكن لا مشكلة تعودنا. المهم نحن نرجع إلى من فهم القرآن ومن فسره ونلتزم بهذا الأمر. إذن هنا في تفسير ابن كثير حرم عليهم لحم الخنزير سواء زكية ذبح يعني أو مات حتف أنفه ويدخل شحمه في حكم لحمه. طيب ما السبب الشرعي؟ ليس هناك سببا شرعيا. سورة النحل 115، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نذهب إلى القرطبي، خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير
ليدل على تحريم عينه، يعني كل الخنزير. زكي أو لم يزكى، ما ذبح أو لم يذبح. وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها، يعني مش بس علشان قال لحم الخنزير أنت تفتكر بس اللحم، لا بيقول لك كمان الشحم وكمان الغضاريف وغيرها، يعني كل شيء بدون استثناء. ثم يكمل القرطبي ويقول: أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. ويقول أيضا: وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه، يعني قال لحمه يبقى هو كمان إيه يقصد شحمه أيضا. ثم قال: لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر، فإنه يجوز الخرازة به، يعني يجوز الخياطة به، يعني ممكن زمان انتوا عارفين ممكن من الصوف بيعملوا خيوط، فيجوز الخياطة بشعر الخنزير. وهذه الجزئية يمكن أن يكون فيها كلام كثير، لكن يعني سأتركها ليس الآن، يعني لأنه الوقت يحكمنا. لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر، فإنه يجوز الخرازة به، جوز الخياطة بشعر الخنزير. ثم يكمل: لا خلاف في تحريم خنزير البر، يعني حتى اللي مش بيتربى في البيوت، لا اللي هو كمان بري وحشي، فأيضا هناك تحريم. سؤالي: لماذا؟ يعني وأنا أقرأ لابن كثير أو للقرطبي كنت أتمنى أن أجد سببا شرعيا، لماذا الخنزير؟ ليس هناك سبب شرعي واضح. خليني أكمل معكم بعض التفاسير الأخرى وأنتقل إلى سورة المائدة 3: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولما وصل للمدينة، طبعا المائدة مدنية، وجد اليهود فأضاف: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. يبقى هنا عندنا برضو إيه؟ لحم الخنزير. خلينا نشوف لماذا لحم الخنزير. المائدة الطبري، نذهب إلى الطبري، يقول: وأما قوله ولحم الخنزير فإنه يعني وحرم عليكم لحم الخنزير أهليه وبريه، يعني إذا كان في البيت مربى يعني بين في الحضر أو هو وحشي في الغابة يعني أو في الصحراء، فإن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره حرام جميعه، لم يخصص منه شيء. يقول عن قتادة: إلا ما ذكيتم، يعني إلا اللي ذبحتم، إلا ما ذبحتم. قال: فكل الذي سماه الله عز وجل هنا ما خلا لحم الخنزير، إلا الخنزير إذا أدركت منه عينا في أي حيوان آخر غير الخنزير، عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائما تركض أو قائمة تركض، فزكيته فقد أحل الله لك ذلك. يعني الكلام ده يعني لو أنت وجدت في أي حيوان من الحيوانات الأخرى التي ذكرت ما خلا الخنزير، حتى وإن كان في مجرد رمق حياة، عين تتحرك، ذيل يتحرك، بس لحقت ذبحته فهو حلال لك، إلا الخنزير. واضح أنه في استثناء هنا، الخنزير لماذا؟ هذا هو السؤال. أيضا في المائدة 3 لابن كثير يقول: قوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. ثم يقول: ولا يحتاج إلى تحزلق الظاهرية، والظاهرية دول يعني طائفة من المسلمين، في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا. يكمل ابن كثير يقول: يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير.
يعني فإنه الهاء هنا فإنه رجس أعادوها على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه. بيقول الموضوع مش محتاج، الخنزير محرم كله، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب. لم يخرج الأحباء الشيعة عن هذه المنظومة دون توضيح سبب واضح، فحقيقة رجعت وقرأت تفاسير كثيرة أيضا للأحباء الشيعة لأجد رأيا سببا شرعيا لم أجد. ووجدت هنا مثلا سورة البقرة التفسير الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن خص اللحم لأنه المعظم يعني الكل والمقصود، وإلا فجملته محرمة. السؤال يعود مرة أخرى، لماذا تم تحريم أكل الخنزير في الإسلام؟ بعض الأحباء المسلمين، احنا يعني تولدنا في ثقافة جمعت أديان كثيرة، وكان الأغلب هو المسلمين، يعني من بعض الأصدقاء كنا نراهم يفعلون كل شيء من الخطايا التي حرمت في الإسلام، ليس لديه أي مشكلة، فيمكن أن يشرب خمر ويمكن أن يفعل خطايا أخرى دون ذكر اسمها، ولكن عند الخنزير يأتي عنده مشكلة، مع أنه الذي حرم هذه حرم تلك، وهذا هو الهاجس الذي يعني أقصده في الأمر. يعني أنت عملت كل المبوقات، الخطايا، الآثام المنهى عنها عندك في الإسلام، لكن عند الخنزير عنده مشكلة. وحاولنا أن نفهم هذا الأمر لم نفهمه. هل لأنه مثلا يأكله؟ طيب ما أنت بتشرب الخمر. حتى أنا أعتقد لأنه لا يفهم السبب. يعني يفهم سبب الخمر مثلا أنها تذهب العقل، فعارف هو السبب، لكن الخنزير هو مش عارف، فبالتالي خايف أنه هو يأكل هذا الخنزير يسبب له أمر ما هو لا يعرفه. زي الحجاب، يعني تلاقي الأخت المسلمة لابسة حجاب بس باقي الجسد ممكن لابسة أشياء غريبة جدا يعني لا تستر الجسد. طب ما داعي الحجاب إذن؟ هذه هي القضية نفسها، فعل كل شيء لكن الخنزير لا. خليني أستضيف معي في هذه الحلقة يشرفني فيها الدكتور غالي عبر الهاتف، خليني أرحب به ويكمل معي ما تبقى من الحلقة. أهلا بك دكتور غالي. أهلا وسهلا أستاذ وحيد، ربنا يبارك خدمتك يا رب، وألف لا بأس المدام فضل. أشكرك عزيزي، رب يبارك حياتك. خليني دكتور غالي أبدأ مع حضرتك إلى وجود أسباب جديدة لحل سؤال كما هو واضح هنا، تحريم أكل الخنزير في الإسلام. وأنا سأقرأ على حضرتك فتوى، وأرجو أنه تشاركني فيها من الناحية الطبية، فهذا مجالك إذا أمكن. معي دكتور حضرتك. طيب ممتاز. في إسلام ويب مركز الفتوى وجدت أن المسلمين يسألون العلة في تحريم أكل الخنزير، فيعني يبحثون عن سبب شرعي. السؤال: لماذا المسلمون لا يأكلون الخنزير؟ الإجابة: ما أسباب التحريم؟ الإجابة: الحمد لله، بعد ما يصلي. فأما لماذا لا يأكل المسلمون الخنزير؟ فلأن الله سبحانه حرمه وقضى بأنه رجس لا يحل المسلم أكله، وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله إلى آخره. يقول: ولم يرد في الشريعة تعليل خاص
لم يرد في الشريعة تعليل خاص لتحريم لحم الخنزير سوى قوله فإنه رجس. والرجس يطلق على ما يستقبح في الشرع وفي نظر الفطرة السليمة، وهذا التعليل وحده كافٍ هذا التعليل. ثم يقول: وهناك تعليل عام يشمل لحم الخنزير وغيره من المطعومات المحرمة، وهو قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، سورة الأعراف. فكل ما حرمه الله عز وجل فهو خبيث، والخبائث في هذا المقام يراد بها ما فيه فساد لحياة الإنسان في صحته أو في ماله أو في أخلاقه. ولم يكن المسلمون في سالف عصرهم على معرفة بتفاصيل خبث الخنزير وعلة تحريمه، ما كانوا عارفين، حتى جاءت الاكتشافات الحديثة التي اكتشفت في الخنزير عوامل الأمراض وخفايا الجراثيم الضارة. فمن ذلك أن الخنزير يتولد من لحمه الذي يأكله الإنسان دودة خطيرة توجد بذرتها في لحم الخنزير، وتنشب في أمعاء الإنسان بصورة غير قابلة للعلاج بالأدوية الطاردة لديدان الأمعاء، بل تنشب تلك الدودة الخنزيرية، حلوة عجبتني الخنزيرية دي، ضمن عضلات الإنسان بصورة عاجز الطب إلى اليوم عن تخليص الإنسان منها بعد إصابته بها، وهي خطر على حياته. وتسمى هنا بيسمي الدودة، واضح أنه اللي بتسبب المرض شيركنوزيز أعتقد اسمه. ومن هنا ظهرت حكمة تحريم لحم الخنزير. السؤال يعود لك يا دكتور غالي، سمعت الفتوى وسمعت اسم الدودة، فما رأي الطب في هذا؟ طيب، الكلام طبعا اللي بيقوله الموقع مركز الفتوى ده مش صحيح طبيا. بعد ما في الماضي فشلت الحجة بتاعت الدودة الشريطية واللي اتكلموا عنها كتير، وطبعا احنا عارفين ان الدودة الشريطية زي ما هي في لحوم الخنازير بتبقى موجودة في لحوم الأبقار. دلوقتي طالعين بالحجة الجديدة اللي هو طفيل الترايكينيلا اللي بيسبب ترايكينوزيس أو ترايكينيليوزيس. ده المعلومة الأولانية اللي قالوها ان هم حتى سموها الدودة الخنزيرية، دي معلومة خطأ. الترايكينيليوزيس ده ممكن يحصل منه إصابة لو الإنسان أكل أي لحم ني أو مش مطهي كويس. لأي حيوان آخر. اللي عايز يتأكد من كلامي يقدر يرجع لموقع CDC اللي هو طبعا مركز الصحة الأمريكي. يقدر يرجع لموقع الـ European Center for Disease and Prevention Control اللي هو برضو مركز الصحة الأوروبي ويتأكد من اللي أنا بقوله. معلومة سريعة جدا، الترايكينيليا دي منها أنواع كتيرة. أول نوع أو اللي هو يعني منتشر شوية اللي هو السبايراليس، ده بيوجد بكثرة في أي لحوم من الحيوانات سواء أكلات اللحوم أو أكلات الأعشاب، الأومنيفورس أو الكارنيفورس أو حتى الهيربيفورس. في نوع منه تاني اللي هو سود سبايراليس، ده بيوجد في لحوم الطيور يعني الدجاج والبط وغيره، بالإضافة لبعض الثدييات. في نوع ثالث بيصيب الضبب القطبية. في نوع رابع بيصيب الحيوانات المفترسة في أفريقيا. نوع خامس بيصيب التماسيح. نوع سادس بيصيب الحيوانات أكثر في أوروبا وغرب آسيا، وهو ده المشهور شوية في الغرب، وده ملهوش مش اللي بيتكلموا عليه، ده خاصة في منطقة بابا نيوجيني وغيرها. فالأنواع دي أنواع كتيرة وتقريبا موجودة في معظم الحيوانات سواء أكلات أعشاب أو أكلات لحوم، فإن هم بس يمسكوها على لحم الخنزير دي خطأ. هو بيتنقل المرض ده إنه إنسان يأكل لحم مش مستوي كويس، خاصة إن في بعض أكلات موجودة في الغرب وفي الصين خاصة ممكن يأكل لحم ني، ده بيبقى الأسلوب بتاعهم. فلو أكل لحم غزلان أو وعول أو خنزير أو طيور أو أبقار أو غيره من اللي ممكن تكون مصابة بالسيست بتاع الدودة دي هيصاب بيها. تمام. فلو هنحرم بسبب الدودة دي أو لو المسلمين هيحرموا يبقى لازم يحرموا كل أنواع اللحوم الباقي. تمام. إذن عشان كده حضرتك اعترضت على تسميتها الدودة الخنزيرية. الدودة الخنزيرية بالضبط. الحاجة الثانية أو الجزء تفضل. الجزء الثاني من الكلام اللي قالوه ان هو لا يمكن اصابتها، طبعا برضو دي معلومه خطا.
بتتعالج زيها زي بقية الديدان، الألبندازول والميبندازول بيتعالج بيهم، ولو حصلت بعض الالتهابات بيستخدم الاسترويد زي البريدنزون. فالأدوية بتاعتها معروفة، وحالات كتيرة بيتم الشفاء حتى بدون إصابة في خلال 3 شهور. ده مش معناه أنا بشجع عليها، لا، بقول الناس لازم لما ثواني، ياكلوا يعني ايه لحوم بدون ياكلوها مطهية إصابة؟ كويس. يعني ايه بدون إصابة؟ لا أنا آسف، بدون يعني بدون أدوية، أخطأ. بدون أدوية. فممكن يعني ممكن خلال 3 شهور من الإصابة يتم الشفاء بدون أدوية، تمام. حتى بدون علاج. اللي عايز يتأكد من الكلام ده يقدر يرجع للمرجع اللي هو مانسون تروبيكال ديزيزز الطبعة 23، وهيلاقي الكلام ده موجودة فيه. ناس طيب. كتيرة من اللي بتصاب بيه بعد 3 شهور بتخاف، واللي بيصابوا بيه دلوقتي في الغرب بياخدوا زي ما قلت الميبندازول وبيتعالجوا ومفيش إشكالية في الموضوع ده. طيب. فالادعاءين اللي اتقالوا في الفتوى دي طبيا خطأ. طيب. احنا بنقدم الاسباب وعايزين نسمع الاجابات من الاحباء المشاركين، حتى كمان لو في اي حد عنده راي اخر. اذا ده السبب الاولاني اللي بيطرح، انه في دوده زي ما شفته في الفتوى. طيب، في سبب اخر يا دكتور غالي هنسمعه من خلال فيديو رقم 1، فركز معي في الفيديو لو سمحت، كمان الاحباء المشاهدين. السبب المطروح أنه حيوان يأكل الجيف ويأكل النفايات. خلينا نسمع فيديو رقم 1 ونرجع مرة أخرى. الكثير يتحدث ونحن نعيش أيام إنفلونزا نعم. الخنازير نعم. ونعاني من ويلاتها. نعم. أنا أسمع كثيرا عندما يتحدث العلماء وأنت على رأسهم عن موضوع الخنزير، تكون الإجابات من بعض الذين يشتغلون بالعلوم الطبية يقولون ما يتحدث به المسلمون عن ضرر الخنزير يعني يمكن أن يرد عليه بأساليب متعددة، منها أن أكثر من 1000 سنة، 1500 سنة الناس تأكل الخنزير، لم يحدث أن سمعنا أن هناك أمراض نتجت عن ذلك، ولو كانت هذه الأمراض حقيقية لتوقف، يعني هم يشعرون بصحته. أولا الخنزير حيوان نجس، حيوان قذر، حيوان رمام، يأكل الجيف ويأكل النفايات. يبقى ده سبب من الأسباب بيقول أولا. طبعا حنسمع الدكتور زغلول مرة أخرى. أنا كنت أتمنى أسمع الإعجاز العلمي من الدكتور زغلول، يعني لماذا حرم الخنزير. يعني المهم هو يقول الآن أنه حيوان رمام، بس أنا عندي تعليق قبل ما أرجع لك يا دكتور غالي على المذيع اللي هو بيقول 1400 سنة الناس تأكل الخنزير. يا رجل، الناس تأكل الخنزير منذ القديم، مش بس 1400 سنة. الخنزير الناس تأكله من زمان، وليس فقط يعني لما جاء الإسلام حرمه فالناس ابتدت تأكله. ما معنى أنه محرم الناس تأكله من 1400 سنة؟ عبارة غير مفهومة. على كل، تفضل عزيزي دكتور غالي، ما رأيك في أنه حيوان قذر يأكل الجيف ويأكل النفايات؟ هل هذه مشكلة تسبب أمراض للإنسان الذي يأكل لحم الخنزير؟ طيب، أول حاجة ادعاء أنه هو أكل جيف ده غير صحيح. الخنزير المنزلي أو حتى البري، وأعتقد دكتور زغلول ما بيفرقش ما بين الاثنين لانه هيقول حاجات توضح ان هو بيخلط ما بين الاثنين، لكن الخنزير المنزلي زيه زي حيوانات منزليه كتيره ما بياكلش غير الخضروات الا في حاله الجوع الشديد. الخنزير طعامه الاساسي وحتى العلف الاساسي اللي بيتقدم له الخضروات والفواكه، وبيفضل لو يعني طرح قدامه أكتر من حاجة هيختار الخضروات الطازجة. لو ما لقيهاش هياكل الأعشاب، لو ما لقاهاش هياكل الحاجات القديمة زي خضروات قديمة أو ورق في القمامة أو غيره، ولو في حالة جوع شديد ممكن ياكل جيف زيه زي كائنات أخرى. فالخنزير في الحالة دي مش رمام زي ما بيوصف الدكتور زغلول النجار، ويمكن هو في ذهنه بعض أنواع الخنازير اللي منتشرة في بعض المناطق في الشرق. لا، مش كل الخنازير شكلها واحد ولا طبعها واحد في الاكل. فالصفه الاولانيه ان هو رمام ده غير صحيحه. الصفه الثانيه انه بسبب رمام هيمرض الانسان، بيبقى كده الفراخ والبط اللي بتاكل احيانا بعض الحاجات أسوأ من الخنازير، يبقى كده هتبقى سبب للمرض. فالربط اللي بيربطه في المعلومه الاولانيه اللي قالها ده غير صحيح. اللي يحب يتاكد من الكلام ده يقدر يرجع لمواقع كتيرة متخصصة زي ناتشرال بيج فارمينج وغيرها، ويتأكد من نوع العلف ومن نوع الطعام اللي بيفضله الخنزير.
طيب حضرتك في البداية فرقت بين الخنزير الأهلي المربى في البيوت والوحشي في البرية، لأنه حسب معلومتي أنه الوحشي يمكن أن يأكل فريسة لحم يعني. أيوة، الخنزير البري لأنه أكثر شراسة، الخنزير البري ممكن بالإضافة إلى الأعشاب وإلى الخضروات طبعا بأنواعها والديدان والحشرات، ممكن كمان ياكل الحيوانات الثدية الصغيرة اللي هي بنسميها small vertebrates، لكن الخنزير المنزلي أقل بكتير جدا من الخنزير البري في هذا العمر. طيب، فزي ما قلت دكتور زغلول واضح بيخلط بين الاثنين. طيب يعني عايز أرجع لك في سؤال محدد يعني واضح، يعني طريقة أكل الخنزير لا تؤثر على صحة الإنسان الذي يأكل الخنزير؟ لا، ما تأثرش عليه بنسبة أكتر من حيوانات تانية. يعني لو خليت الأبقار تصاب بديدان وأكلت لحم الأبقار مش مطفي حصاب، بنفس الطريقة لو خليت الخنازير تأكل أشياء ضارة وأكلت لحم الخنازير مش مطفي حصاب بنفس الطريقة. تمام، لكن أسلوب أكله هو ما يأثرش. معايا؟ معك. يعني لو هناكل هنتكلم على الطعام، طب أنا زي ما بقول الدجاج والبط بياكلوا أحيانا حاجات أسوأ بكتير من الخنازير. جدا. يبقى لو الحيوان بياكل حاجة وحشة ما أكلهوش، يبقى كده محتاج أمنع كل بقية اللحوم حتى الطيور، الفراخ والبط والكلام ده. صحيح. طيب خليني أخذ بعض المداخلات. معايا الأخ رمان من ألمانيا، أهلا مرحبا بك عزيزي. ألو الأخ رمان. ألو. أيوة أهلا بك أخ رمان. مساء الخير أستاذ وحيد. أهلا بك عزيزي. إزيك أخبارك؟ الرب يباركك. أنا مداخلتي قصيرة جدا، بس أتذكر في حديث لمحمد بيقول، بس أنا هقول لك التفسير وليس الاصطلاح أو الحديث بشكل عام، أنه بيقول إذا كنت في برية أو كنت في صحراء أو كنت في مكان وكنت جعان أو ما كنت تلاقيش أي حاجة تأكله، إذا صادفت خنزير ولقيته فوقتها بيكون حلال، يعني تقدر تقتله وتأكله وبيكون حلال بغض النظر عن دود الخنزيرية أو أنفلونزا الخنزير أو أنفلونزا الدجاج. إذا بدنا نرجع للبقرة، كمان البقرة كان في عنده دودة أيضا. تمام. بالعكس يلي عم يصير مع البقر هو دود. تمام. لسه خطير على البشر ويتغذى على، في حال اذا دخل الى جسم الانسان بيتغذى على جسم. طيب. الانسان وبيتكاثر وبينمو الى اخره. طيب المداخلة واضحة أخ رمان، حتى نعطي فرصة أيضا للآخرين. نعم. بشكرك لأجل المداخلة، الرب يبارك حياتك. يبارك فيك. شكرا. طبعا هو القرآن مش محمد، ما هو قال إذا واحد يعني ما هو من اضطر، فهذا الاضطرار مباح في القرآن، فلا إشكالية. نحن نتكلم عن لماذا استثناء الخنزير في الأمر العام في الحياة العامة. أخ منصور معنا. مساء النور، مرحبا بك، تفضل عزيزي. حبيبي اخ وحيد، انا بدي منك خدمه. انا سؤالي انه مش بالموضوع هذا، فيني ممكن اترك رقم تليفوني مثلا على الكنترول روم تحكيني مثلا بهاليومين ضروري قبل الاحد؟ حاضر، بنعمه الرب، سيب رقم تليفونك يا اخ منصور. بس ضروري، الله يخليك استاذ وحيد. حاضر، بنعمه الرب. لانه بالنسبه لي انت الاب الروحي تبعي. الرب يباركك عزيزي، شكرا لك وهتصل بك. الله يخليك. ماشي، سلام. الله يخليك. الله. سلام. تفضل معنا كمان الأخ رامي، أهلا مرحب بك. ألو، سلام ونعمة أخ وحيد. أهلا بك عزيزي رامي. أنا مداخلتك كثيرة، أنا ما بدي تتصل فيه لأن أنا متعمد وصلي 5 سنوات مع الرب يسوع. مبروك. أخبر بيه. مبروك. أنا مداخلتي بدي أسأل الدكتور على قريت بجريدة مجلة بلندن تقريبا من 10 سنوات، بس المجلة بعد عندي كاني، بأنه منها ذكروا الخنزير بأنه الإنسان يأخذ أخلاق الخنزير ومنها عدم الغيرة على زوجته. طيب. فهذه كانت مكتوبة بمجلة
وأنا واثق منه، والمجلة إذا فتشت عليها بلاقيها. طيب أنا بشكرك. لا أنت مش محتاج لمجلة، ده موجود في علماء الإسلام وأنا جايبه النهاردة وحتكلم عنه بنعمة الرب في وقته اليوم إذا شاء الله 24. ربي يباركك أخ وحيد. شكرا. يلا سلام ونعم. ويباركك عزيزي. أهلا بك. طيب بعود لدكتور غالي مرة تاني. خلينا نشوف سبب آخر دكتور غالي ونشوف يعني بصراحة لفت نظري كلام الدكتور زغلول النجار في جزئية ما بعرف، أنا لست طبيبا ولا دا مجال تخصصي، أنا رجل لاهوتي وأشكر الله على كده، لكن يعني كما أفهم قال بالنص ما سأقوله لك ستسمعه وأنتظر ردك، أنه ثبت علميا، حلوة ثبت علميا دي دائما هو بيستخدمها، يعني أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه، يعني دهن الخنزير وهو متلبس متداخل بلحمه لا يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد منه أبدا. ما هي دي الحتة اللي أنا بسأل عنها؟ خلاص دي هسمعها منك برضو، اكتبها عندك لو سمحت. فلا تستطيع المعدة أن تهضمه ولا يستطيع الكبد أن يخزنه، لكن ما أريد أنا أن أسأل عنه يقول فيجتمع هذا الدهن في جسم الإنسان كدهن خنزير، يعني اللي بيأكلوا خنزير دول إن شاء الله في جسمهم في دهن، دهن الخنزير أصلا هو الدهن بتاع الخنزير نفسه، ويؤدي للعديد من الأمراض خاصة أمراض الدورة الدموية. خلينا نسمع مع بعض فيديو رقم 2 وركزوا معنا. ثانيا ثبت علميا أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه لا يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد به أبدا، يعني لا تستطيع المعدة أن تهضمه ولا يستطيع الكبد أن يخزنه، فيتجمع في جسم الإنسان كدهن خنزير ويؤدي إلى العديد من الأمراض خاصة أمراض الدورة الدموية، يعني جلطات الدم، جلطات القلب، ضعف العضلة القلب أو سبب الأنجينا. طيب سمعت يا دكتور غالي، يعني هل أنا لما بأكل الشحم مثلا عندي في أجزاء جسمي شحم خنزير وشحم، مع أن أنا ما بحب الخنزير يعني، وشحم فراخ وشحم بقر ومش عارف، هل أنا فاهم خطأ؟ تفضل عزيزي. لا طبعا المعلومة اللي قالها دكتور زغلول طبعا خطأ، أنا حسسني كما لو كان الغرب اللي بيأكلوا لحوم الخنزير كتير بيكن وصوصج وغيره هيتحولوا في الآخر لعبارة عن شوال دهن خنزير مش عارف إزاي، لكن anyway أولا النقطة اللي قالها أنه الإنسان ما بيستفادش منه أبدا والمعدة ما قدرش تهضمه ولا الكبد يقدر يخزنه وينزل زي ما هو، الكلام ده غير صحيح بالمرة. دهن الخنزير اللي هو معروف في الغرب باسم لارد زيه زي أي دهون لو اتاخد منها مقدار معقول قليل عشان يبقى صحي تتهضم بالطريقة الطبيعية جدا في الجهاز الهضمي، بل دهن الخنزير اللي هو لارد ليه صفات أفضل من ناحية التركيب بتاعه لأنه هو في الدهون الغير مشبعة الانساتوريتد فاتي ماتيريالز 48% المونو و 12% العديدة. المهم اللي أقصد أقوله من النقطة دي إيه؟ دهن الخنزير في الغرب ليه استخدامات كتيرة وفوائد كتيرة لو هنقارنها بالزبدة المعتاد، يعني الإنسان لو أكل كتير زبدة أو دهن الخنزير حالتين ممكن يضر لو خد منهم نسبة كتير، لكن النسبة المعقولة مفيدة، بل الخنزير بيبقى ليه في بعض الحالات مميزات أكتر. على سبيل المثال اللارد ده نسبة الأيودين بأعلى فده بيفيد الغدة الدرقية، نسبة أوميجا 3 في دهن الخنزير اللي هو اللارد أعلى وده أكثر إفادة، أنا بقارن بالزبدة المعتادة البتر اللي احنا عارفينها، بالإضافة إن هو أقل تشبع وأقل أكسدة يعني بيفيد في الأقية أفضل وما يتحولش لو اتقال بيه كتير لعوامل مؤكسدة ومسرطنة. أيضا بيستخدم أو بينصح بيه الأطباء في الغرب بالنسبة للناس اللي بيعانوا من البواسير أو اللي بيعانوا من دوالي رجلين لأنه بيكون ليه فوائد أفضل في الحالة زي دي، بينصح بيه بس مقدار قليل مش كتير. مرة تانية بحدد أي دهون بننصح بيها بكمية قليلة ولكن ما بنقولش صفر، برضو بيكون أفضل أو أكثر إفادة بنسبة قليلة لمرضى السكر، الألزهايمر، التهاب المفاصل. فأنا مش عارف دكتور زغلول بيتكلم يعني على إيه، أي مواد دهنية بنهضمها يعني بناكلها حتى لو فيها نسبة دهون من دهون الخنزير زي اللارد
بتتخدم في الجهاز الهضمي، بتتحول إلى أحماض دهنية بيستخدمها الإنسان في احتياجه للأحماض الدهنية الأساسية اللي بيستخدمها في تكوين خلايا الجسم وتركيبه. تركيب دهون الخنزير هي زيها زي بقية الدهون سواء مصادر حيوانية أو نباتية، ولكن زي ما قلت ليها في بعض الأحيان مميزات أكثر. أيضا لي استخدامات طبية خارجية معروفة في الطب الشعبي في مناطق كثيرة زي علاج جروح زمان والحروق، مناطق الالتهاب، علاج التشققات وجفاف الجلد. دهن الخنزير كمان بيستخدم، يعني بيفضل لو إنسان هياكل حاجة معينة فيها هيحتاج فيها نسبة دهون، لأنه أقل نسبة كوليسترول من الزبدة، ودي معلومة ثابتة. اللي مش مصدقني يقدر يرجع لي Food Scientist Second Edition وحيقدر يرجع معلومة اللي أنا بقولها دي طبعة 1991، ده الكتاب ده اللي معايا. لو هنقارن 100 جرام من اللارد اللي هو دهن الخنزير ب 100 جرام زبدة اللي احنا عارفينها، ال 100 جرام ده من بتاع دهن الخنزير في 95 ملي جرام كوليسترول، بينما الزبدة فيها 215 ملي جرام كوليسترول اللي هو المضر. يعني احنا بنتكلم الزبدة فيها اكتر من ضعف نسبة الكوليسترول مقارنة بدهن الخنزير. في ال 100 جرام في دهن الخنزير 39 جرام دهون مشبعة، 39 ملي جرام ولا جرام؟ جرام. جرام. بينما الزبدة 51 جرام الدهون المشبعة. عشان كده على سبيل المثال اللي برضو يحب يقدر يراجع بعض المراجع زي كلوريناري انستيتيوت اوف امريكا طبعة 2011، يوضح انه في بعض الاحيان اللي بيبقى عندهم الكوليسترول بنسميه نورمال هاي، يعني خلاص في نهايه الحد الطبيعي وداخل الى الاشكاليه، يفضل ان هو في بعض الحاجات اللي محتاج فيها دهون هو يقلل الدهون بنسبه عامه، ولكن يستبدل بعض الدهون، يستبدل الزبده باللارد. فالكثار منه زيه زي الزبده مضر، ولكن هو اكثر فايده في بعض الحالات من الزبده. فالمعلومه اللي قالها دكتور زغلول خطا تماما في الموضوع ده. تمام. وأنا أعتقد أنه في أطباء مسلمين برضو بين الحين والآخر بنسمعهم هما بيعترضوا معاه في أمور كثيرة. على كل خلينا نأخذ بعض المداخلات. معنا الأخ جورج، أهلا مرحبا بك عزيزي. أخ جورج، طيب الأخ جورج الظاهر أغلق أو خط سقط. معنا الأخ أبو إسلام. الو الو، السلام عليكم. كيفك استاذ وحيد؟ اهلا بك عزيزي ابو اسلام. سؤالك كان على لحم الخنزير. انا كمسلم وافتخر في اسلامي بدي اقول لك انا ليش انه محرم بالنسبه لنا. انا كمسلم، يعني انا راح اجاوبك كمسلم. نعم. انا بعنيش يا استاذ وحيد انه لحم الخنزير شو سبب تحريمه. انا كمسلم علي اقول السمع الطاعة للي حرمه، بما انه اتفقنا انه الله حرمه اذا حرام. هسا شو سببه بعنينيش انا، شو بعنيني يا استاذ وحيد انه الله خلق السماء بالاول ولا الارض بالاول. انا بعنينيش خلق الليل بالاول ولا النهار بالاول. انا بعنيني انه اتحرم، بما انه اتحرم واجب علي كمسلم وافتخر باسلامي اني اعلم اولادي انه الخنزير حرام. لو ابنك سالك وانت بتعلمه قال لك ليش الخنزير حرام؟ انا عندي قاعده يا استاذ وحيد. يا حبيبي قاعدتك واضحه، انت قاعدتك شرحتها واضحه لينا. خلاص انت الاسلام قال لك حرام حرام. انا بسالك لو ابنك عندك انت يا استاذ وحيد، اسمعني ده الحلقه القادمه. ولما يقول نجس ليه وامتى وازاي، كله له اجاباته في الكتاب المقدس واضحه شافيه. انت عندك ثواني، لا انا هجيب من اليهود، مش هجيب من حته تانية. ما تطلع برا الموضوع. سؤالي لو ابنك سالك، اليهود عندهم الاجابه في الكتاب بتاعهم، انا بسالك انت لو ابنك سالك قال لك ليش في الاسلام، صعب السؤال صح؟ صعب يا اخ ابو اسلام، سؤالي صعب. لا واضح ان سؤالي صعب، واضح انك انت خايفني اسالك صح؟ خلاص استناني اسالك يا رجل. أنا جاوبت على أسئلتك، قلت لي اليهود، قلت لك في كتاب اليهود الإجابة واضحة شافية، هتسمع الأسبوع القادم. اليوم أنا اليوم محرم يا عزيزي، اسمعني، ما تقول محرم وتأخذها وتجري زي كل الشيوخ ما بيعملوا كده. صفر الإجابة.
صفر الإجابة. صفر. لا مش بالطريقة اللي أنت بتقولها، ليها وضع خاص حتسمع الأسبوع القادم. سؤالي لحضرتك جاوب عليه، لو ابنك سألك ليش محرم عندك إجابة؟ لا. خلاص شكرا لك. خلاص خلاص في ألمانيا. خلاص ممتاز، شكرا لك، شكرا لك أستاذ أبو إسلام. الإجابة واضحة، ما في إجابة يا أخوة. الأستاذ أبو إسلام ملتزم إسلاميا ويفتخر بالإسلام الذي لا يعطيه سبب، عليه السمع والطاعة فقط. ابنه بيسأله ليه يا بابا ما باكل خنزير، بيقول له ما بعرف ما بعرف، بس اليهودي بيعرف والمسيحي بيعرف الروعة والجمال في أنه أبيح له كل شيء. لماذا؟ هذا ما ستسمعه الأسبوع القادم بنعمة الرب، كله بآيات من كتابنا المقدس. وكما قلت لكم أقول، لا أدعي أنا أني أعرف كل شيء، ولكني أؤمن أن كل ما قاله الكتاب المقدس الإجابة فيه. ما بيقول لك كلام عشوائي، ما بيمنعك من شيء عشوائي، لا بيمنعك من شيء، بيقول لك في كذا وكذا وكذا. وانتوا سمعتوا موضوع الدم الأسبوع السابق، الإسلام لا إجابة، لكن في المسيحية في الكتاب المقدس أروع إجابة سمعتها. اليوم أنا بشكر الأستاذ أبو إسلام وهو واحد من الأحباء المسلمين، لا يوجد عنده إجابة، ابنه بيسأله ما بيعرف. خلينا أنتقل لسبب آخر، يقال أنه بسببه حسب فكر الدكتور زغلول النجار الذي يقول أي كلام في أي مناسبة، وعلى المسلم أن يأخذ هذا الكلام. لم تحترم المسلمين بعد يا دكتور زغلول، ولا مرة سمعتك وجدتك تحترم المسلم الذي يسمعك، تعتبرهم كلهم لا يفهمون أي شيء وعليهم أن يقبلوا ما تقول. خلينا نشوف فيديو رقم 3 وحتسمعوا معلومة غاية في الغرابة. فالرجل يقول بكل يعني بساطة أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان، بمعنى أن الخنزير هو الكائن الوحيد، وركزوا لي على الوحيد دي لو سمحتوا، الذي يأكل مثل الإنسان، فهو يأكل الأعشاب ويأكل اللحوم، فالإنسان يأكل الأعشاب ويأكل اللحوم، فالخنزير بكلام الدكتور زغلول هو الكائن الوحيد الذي يأكله الإنسان ونمط غذائه يشارك الإنسان، فالخنزير يأكل الأعشاب واللحوم والإنسان يأكل الأعشاب واللحوم، فبالتالي دورة الأمراض تكتمل بين الإنسان وبين الخنزير. خلينا نشوف فيديو رقم 3 ونرجع مرة أخرى. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان، فعلماء الحياة يقسمون الأحياء إلى ثلاثة مجموعات، أكلات لحوم وأكلات أعشاب وأكلات لحوم وأعشاب، ويضعون الإنسان مع أكلات اللحوم والأعشاب، لأن الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل الخضروات. صحيح. فالحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط الغذاء، نفس نظام الغذاء، هو الخنزير. فدورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والخنزير كما لا تكتمل بينه وبين أي حيوان آخر، نتيجة لطبيعة الخنزير الرمامة، فجسمه عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض. ماذا تقصد بالرمامة يعني؟ يعني يأكل النفايات، يأكل الجيف. أيوة. نعم. يعني ما عنده اختيار بالأكل. نعم. يعني الرمامة يعني الجلالة، وحتعرفوا بعد شوي يعني الجلالة. على كل ده كلام الدكتور زغلول النجار، فأنا عاوز أسمع رأيك الطبي يا أخ غالي لو سمحت، ما رأيك فيما سمعت؟ أستاذنا خليل وحيد، واضح أن الدكتور زغلول مستمر في نفس السياق، معلومة خطأ تلو الأخرى. أول حاجة قال أنه الخنزير هو الحيوان الوحيد اللي يأكله الإنسان، يأكل لحوم وأعشاب أومنيفور زيه زي الإنسان، يعني أكل لحوم وأعشاب هو يصنف أومنيفور. المعلومة دي أيضا خطأ، فالخنزير إذا كان من نسبة من أكله فوق 90% طعام عشبي وخضروات والباقي أحيانا ديدان وحشرات ويرقات، لا يختلف عن الدجاج المنزلي والبط بأنواعه اللي بيأكل، بالإضافة إلى الحبوب والمنتجات النباتية أيضا بيأكل ديدان وحشرات ويرقات بأنواعها المختلفة. والخنزير زي ما بيصنف بأومنيفور يعني أكلات أعشاب ولحوم، أيضا الدجاج والبط يصنفوا بأومنيفور. افتحوا أي موقع طبي متخصص في الكلاسيفيكيشن وحتلاقوا، افتح دجاج مثلا على سبيل المثال بيرد ويب بينصنف
الدجاج أومنيفور، البط أومنيفور زيهم زي الخنزير. لو هنمشي مع المبدأ اللي قاله دكتور زغلول معناها إذا كده حرام كمان الدجاج والبط والحيوانات دي كلها. فهو أكد أن الخنزير هو الوحيد، ودي برضو كانت معلومة خطأ أو أقدر أقول يعني غير أمين في المعلومة. الحاجة الثانية في الجزء فضل أستاذ وحيد، يعني أنا عايز أقول كلنا ربينا الدواجن في بيوتنا. أي واحد من المستمعين دلوقتي اللي بيسمعوني في الشرق خاصة ربينا الدواجن في بيوتنا، الدجاج والبط، بترميله أي شيء بيأكل، ترميله لحم بيأكل، بترميله شوية خضروات بيأكل. فكيف الدكتور زغلول النجار يعني يحتقر من يستمع له؟ مفروض تحترم الناس اللي بتستمعك، يعني تقدم له من المعلومة الصحيحة. تفضل دكتور غالي. هو للأسف عايز يوحي بحاجات، وكما لو كان اللي هيسمع له مش بيفكر ولا هيبحث وراء اللي هو بيقول. الجزء الثاني الخطأ اللي قاله برضه في الفيديو الأخراني ده، لما بيقول دورة الأمراض هو الكائن الوحيد اللي بياكله الإنسان، دورة الأمراض تكتمل ما بين الإنسان والخنزير. طبعا ده خطأ. هو واضح أنه دكتور زغلول ما يعرفش أو ما يفهمش أو تجاهل معنى العقل الوسيط. فالخنزير أقل من حيوانات كتيرة جدا ممكن تنقل الأمراض للإنسان وبيدخل فيها كدور عائل وسيط. لكن اللي هو قاله إن هو الخنزير هو الوحيد ده معلومة غير صحيح. لحوم الأبقار ممكن تنقل الأمراض، البط ممكن ينقل الأمراض، الدجاج ممكن ينقل الأمراض، الأرانب ممكن تكون أكتر من الخنازير في نقل أمراض للإنسان اللي بيأكلوا أرانب. الأسماك أحيانا نسبتها أعلى في الإصابة اللي ممكن تسببها للإنسان. فالحقيقة المعلومة اللي قالها غير أمينة بالمرة في ادعاء أنه هو الخنزير الوحيد اللي تكتمل دورة الحياة مع الإنسان. تمام. تمام. يعني برضو الناس اللي بيسمعونا، يعني هو الخضروات اللي بتتزرع دي مش أحيانا بيحطوا لها أسمدة عضوية من نفايات الإنسان؟ هل بنأكل وجيف وغيره نفايات يعني يعني أنا آسف أقول يعني روث بدون مؤاخذة، يعني سامحوني، بيتحط للأسمدة للخضروات اللي كل البشرية بتاكلها. هل إحنا هل الإنسان بيأكل روث؟ يعني البقر حينما يرعى عشب أخضر ويقدم لبن أبيض ويقدم لحم أحمر، يعني لازم نفهم يعني أنه مش بهذا الأسلوب يعني ينتقل ما يأكل الحيوان لازم بصورة مطلقة كده للإنسان. طيب خلينا أخذ بعض المداخلات وأرجع لك دكتور غالي. الأخ جورج رجع مرة أخرى من كندا، أهلا مرحبا بك عزيزي جورج. سلام الرب يسوع معك أخي وحيد. أنا بتمنى كل الشفاء باسم الرب يسوع، بنهر كل مرض للأخ فدوى، بتروح البيت إن شاء الله ما فيها شيء باسم الرب يسوع. أمين. أشكرك أخي وحيد. بالنسبة لأكل الخنزير ما أعتقد راح تشوف أي جواب في أي منطقة، يعني كسبب أساسي، لأنه بقول لك شيء يعني أنا كنت متردد حتى بدي أقول لك. السريان عندنا أجوبة كثيرة ولسه ما بحثت كلها، بعضها ظهر وبعضها لم يظهر لأنه كانوا مخالطين المنطقة في ذلك العصر. جدي ولد عام 1895، أنا بعرف المعلومة من شيء 45 سنة، من أنا عمري تقريبا 13 سنة أنا صغير، بيحكيني جدي، حكاني حتى عن راهب بحيرة والكتاب. حتى أخي وحيد في سؤال أنه ليش الحجرات اللي ترجم للشيطان في المنطقة الفلانية؟ تعرف شو جدي قال لي؟ أنا بدي أقول لك عن الخنزير وبدي أقول لك، يعني جدي قال لي عن الكتاب أنه كان مكتوب وأنه كان حدا في البئر، قال حتى إذا انشالت الحجار اليوم، كانت حجارة كبيرة كثير أخي وحيد، قال من يحبني ويحب الرسول يلقي حجارة في هذا البئر، بعد ما أخذ الكتاب المكتوب اللي كان هو من الراهب بحيرة وأصبح اليوم طبعا جبل. الشيء الثاني تبع الخنزير اللي قال لي عليه، قال لي الخنزير من كتر ما أكدوا على محمد بدن معجزة من محمد، فكان بالاتفاق مع أحد الذين اتبعوه أنه يغطي في منطقة أنه في أمان أنه ما راح يكون نهر. يا كلنا سمعنا هذه القصص يا أخ جورج، بس أنا شخصيا بحثت عنها يعني بصراحة يعني. نعم أنا بحثت عنها، ما أنا سمعتها برضو زيك كده من سنوات طويلة جدا يعني. سمعتها
تمت يعني في الشغلات اللي قال لي هي جدي أخي وحيد لليوم ما زالت صارت شغلات إنه في عالم حتى عن الراهب بحيرة والقرآن نفسه والكتابات والأرقام كلها قال لي هي جدي وأنا صغير وما زالت اليوم عم تظهر بشكل يعني في شغلات حتى مو مبحث بها. بس أنا أقول لك إنه كان متردد حتى في القول بس إنه تعمل إلى منطق يعني أجل إنه الخنزير جاء ونبش فيها لذلك المعجزة لم تتم فقال إنه الخنزير لا يوقف كان مزعوج. تمام أشكرك يا أخي أنا بشكرك وربكم معك. شكرا أشكرك عزيزي. طيب أنا بأخذ الأخ أحمد من السعودية قبل أن أبدأ جزئية جديدة. الأخ أحمد أهلا مرحبا بك. أهلا مساء الخير. أهلا بك تفضل. أنا بس عايز أوجه سؤالي للدكتور اللي معاك. تفضل. هو الخنازير في مصر كانت بتتربى فين؟ بتتربى فين؟ وبتاكل إزاي وتتغذى فين؟ ده في عايز اسمها عزبة الزبالين في المهندسين اتشالت بسبب ان الخنازير كانت بتربى فيها. هل ليها علاقه بالصحه؟ علاقه طبعا ان الخنازير بتاكل اي حاجه. لا ليها علاقه بالصحه يعني علينا. طيب انا بقى عندي ليك النهارده بتاكل زباله. انا عندي ليك النهارده يا استاذ انا مش خلينا اكمل كلامي بلاش اسلوب المقاطعه من فضلك. اتفضل اتفضل بلاش تقاطعني. طيب اتفضل اتفضل ماشي. انت بتكلم دكتور بقى عشان انت. طيب انا هجيب لك وزير الصحه المصري في فيديو وهو بيقول لك انت شخصيا يا دكتور احمد انه كلامك خطا صفر ليس لها اي علاقه بالصحه. وانا محضر الفيديو للناس اللي هيجوا يغلطوا في هذه المساله. القضيه انكم اتهمتم فقط هذا الجزء للاضطهاد على الاقباط ليس اكثر من ذلك. وأنا عشان عارف أنه زيك ممكن يطلع مجهز لك الفيديو بتاع وزير الصحة يعترف تماما أنه لا علاقة له بالصحة على الإطلاق. فبلاش تدخلوا المواضيع في بعضها. عندك سبب شرعي تقول، ما عندكش تستنى بس خلاص تسكت، مش تقول لي دكتور وطبيب. طبيب أنا هجيب لك بقى كبير الأطباء في مصر. وزير الصحة ما الذي قاله ستسمع بعد قليل. قطع الأخ أحمد لأنهم لا يحتملون سماع الحقيقة لأنه يعرف ما الذي قاله وزير الصحة. ضرب كل هؤلاء في مقتل لأن الموضوع كان اضطهاد للأقباط ليس أكثر. من الذي يربي الخنازير في مصر؟ الأقباط. يلا وإسلاما انتصروا للإسلام. كله مجرد اضطهاد ليس أكثر من ذلك. أرجع للجلالة الرمامة الذي قال عنها الدكتور زغلول النجار. ايه رايكم ده التعبير الجلاله دي يعني التي تجول تاكل اي شيء. فهو بيقول الخنزير من الـ يعني الـ الحيوانات الرمامه التي تاكل اي شيء. شوفوا معي الصور دي، شايفين الخنازير دي؟ شايفين الخنازير الرمامه دي؟ طبعا ضبان دي خراف رمامه في الزباله قاعده بتاكل. سامعني يا دكتور احمد من السعوديه؟ واضح انه حضرتك شايف. هل تستطيع ان تمنع اكل الضان عشان رمام؟ ما هو في مصر وفي السعوديه وفي السودان وفي العراق وفي كل هذا المنطقه في الشرق بيسيبوا الغنم والابقار في الشارع ترمرم كل شيء. ولا انت ما تعرفش؟ في منطقه الزباله تحديدا كل الاغنام بتروح هناك تنظف الزباله. جاي تتكلم عن الخنزير النهاردة؟ شوفوا معي الصور دي، آدي ضان رمام ما شاء الله، آدي الأغنام الرمامة في الشوارع. دي بلادنا يا إخوة. ما رأيك في هذه الخنازير؟ دي خنازير ولا أبقار؟ هذه أبقار رمامة يا دكتور أحمد، مش بس الخنزير. إيه رأيك في البط ده؟ أعتقد الحتة دي لو جبت فيها خنزير حيعافى بصراحة. يعني خنزير اعتقد يقول انا مش ممكن اقعد مع البط في المكان ده. بتاخد البط ده حضرتك وتذبحه وتاكله في مصر. نفس البط ده هو. ليه ما بتقولش عليه رمام؟ ولا بس الخنزير؟ ما عندكوش سبب. اريد سبب شرعي. سيبكم من الديدان بقى وسيبكم من الشحم وسيبكم من الكلام ده كله. اريد سبب شرعي لماذا تم تحريم الخنزير بس. سبب إسلامي مش سبب يعني كل الصحابة ورسول الإسلام والتابعين كله ما يعرفش السبب.
جينا دلوقتي بتحاول تلقوا سبب وتخضعوا به المسلمين. خدعة. أغلب الحيوانات التي يأكلها الإنسان حيوانات رمامة جلالة تأكل أي شيء. أذهب إلى حديث رواه عبد الله بن عمر حدث به بن حجر العسقلاني في تخريج مشكات المصابيح خلاصة حكم المحدث حسن كما قال في المقدمة. نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها ويروى أنه نهى عن ركوب الجلالة. طبعا هنا رسول الإسلام ضرب أيضا قرآنه في مقتل. عارفين ليه ضرب القرآن في مقتل؟ لأنه منع الجلالة ليس لذاتها ولكن لأسلوب طعامها. طب منعت الخنزير ليه؟ يعني دلوقتي الجلالة إيه؟ يعني الفرخة اللي بتاكل في أي حاجة في أي مكان، دي ما تاكلوهاش بس المحبوسة كلوها، اللي أنت بتديها العلف، بس الجلالة لا. طيب أنت إذا لم تمنع هذا الحيوان لذاته زي الخنزير، فالخنزير منعته لذاته، وهذه نقطة يعني ضرب بها الزغلول النجار كما ضرب بها من قبل رسول الإسلام كل الكلام عن الخنزير، هتشوفوا بعد شوية. بس خليني أروح بسرعة إلى سورة الأنعام 145 لأقرأ لكم بعض العجب الذي وجدت في هذا الاتجاه. قل لا أجد ما أوحي فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. طيب الأنعام القرطبي. وقال مالك لا بأس بأكل الضب. عندك في السعودية بيأكلوا الضب يا أستاذ أحمد، أتحداك واحد سعودي صاحبك يعزمك على ضب تقول له موافق؟ لا تستطيع، بس هناك أكل عادي ومعروف، ثقافة البلاد كده، ثقافة الشعوب، شعوب بتاكل أكل معين، شعوب أخرى لا تأكل هذا الأكل. بتقدر تأكل ضب؟ يقدر واحد من الأحباء في السعودية يعزم مصري ولا لبناني ولا أي شخص يقول له أنا عازمك النهاردة على ضب؟ ضب شيء عجيب جدا. النفس تعافوا، رسول الإسلام كان يعافو، بينما يعني آخرون من الصحابة أكلوه عادي جدا. طيب لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل، وجائز عنده أكل الحيات إذا زكيت، يعني إذا ذبحت التعبان كله، أو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي، طبعا في اختلاف في هذه بين فقيه وآخر، وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظايا والقنفذ والضفدع. وقال ابن القاسم ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك حتى الدود. وقال مالك لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحو. دود الجبن ذكرني بالمش، المش أبو دودو يعني، هو مالك بيقول لك ما في مشكلة. وقالت عائشة في الفأرة ما هي بحرام. وقرأت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، للفأرة ما فيها مشكلة. وجدت خلاف هذه الكلمة مني أنا، خلاف في إيه بقى؟ أكل السباع الطير كلها، يعني الصقور والنسور، في خلاف. الرخم والنسور والعقبان وغيرها ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. وقال الأوزاعي عن الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم. وجدت خلاف في أكل الفيل إذا زكي، تخيلوا مختلفين في الفيل لو الدبح يتاكل ولا لا. وفي أكل الضبع والثعلب، حد يأكل الضبع برضو والثعلب؟ مع نهي رسول الإسلام فهناك خلاف في أكل القرد، وجدت خلاف في أكل القرد على مذهب عطاء يجوز أكل لحمه. الجلالة، اسمع بقى الكلام في الجلالة ده مهم جدا. الجلالة يعني الحيوانات اللي بتأكل النفايات. قال أصحاب الرأي والشافعي وأحمد لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها، فإذا طاب لحمها أكلت. ده كلام خطير جدا. ليه؟ لأنه ده بينسف قضية الخنزير، الأسباب اللي بتجيبها للخنزير. وقد روي في الحديث أن البقر تعلف 40 يوما ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر يحبس الدجاج 3 أيام ثم يذبح، يعني كأنه 3 أيام دي خلاص. وقال إسحاق لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلا جيدا، وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحم الجلالة، وكذلك مالك ابن أنس. طيب هذه الجلالة، وأخي أخذ جزئية الجمهور من الخلف والسلف على جواز أكل الأرنب، وأنا شخصيا وجدت أن رسول الإسلام بعث إليه بأجزاء من أرنب فقبله.
إذن أعود مرة أخرى في موضوع الجلالة. احبس الفرخة ابن عمر 3 أيام وبعدين يأكلها. فأنتوا كده نسفتوا كل الأسباب اللي أنتوا جايبينها للخنزير. ليه بقى؟ اسمعوا بقى السؤال القاتل للدكتور زغلول النجار. أنا لا أدري هل المذيع كان يعني بذكائه سأل ولا السؤال جاء كده، لكن السؤال القاتل اللي نسف به زغلول النجار كل كلامه السابق عن طريقة أكل الخنزير إنه رمام، ونسف به كلامه إنه بيجيب ديدان وبيجيب أمراض والشحم المتلبس باللحم، وإنه طريقة نمط أكل الخنزير مطابقة لنمط أكل الإنسان. كل ده نسفوا تماما في سؤال واحد، سؤال أنا بعتبره بسميه يعني السؤال القاتل. نشوف فيديو رقم 4 ونرجع. الشيء الآخر الذي يتحدثون عنه بصراحة دكتور، يعني البعض يقول أن من حكمة تحريم أكل الخنزير أنه يأكل الروث ويأكل الأوساخ ويأكل هذه الأشياء. ماذا لو أتينا بخنزير وأبقيناه في حجرة مغلقة ولم نطعمه إلا الطعام النقي الطاهر الطيب؟ هل ينتفي بذلك تحريم الخنزير؟ أبدا أبدا لا ينتفي. أن الحكمة الإلهية يعني إذا حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا فهو حرام حرمة مطلقة. حتى لو يعني ربيته في وسط يعني يحول بينه وبين ذلك، هو في فطرته في تكوينه يعني يأكل ما يخرج هو نفسه، يعني لا تستطيع أن تغيرها مهما حاولت أن تضبط هذا السلوك، لا تستطيع أن تغيره. نسف الدكتور زغلول كل كلامه بالسؤال القاتل ده. طيب لو جبنا الخنزير ربيناه في مكان معين مغلق، أعطينا طعام نظيف طيب ما في أي مشكلة، رعيناه رعاية صحية ما في أي يعني لا دودة ولا الكلام اللي انت ذكرته من الجيف وغيره وغيره، ينفع؟ قال له ما ينفعش. يبقى انت نسفت كلامك، يبقى دي مش أسباب. يبقى السبب انت ما تعرفوش يا دكتور زغلول، ولا يعرفه رسول الإسلام ولا يعرفه الصحابة. سؤال بصراحة كان قاتل. الخنزير محرم لذاته، السبب مجهول عند الأحباء المسلمين. تعليقك يا دكتور غالي على هذا الكلام. أشكرك أستاذ وحيد، وكالعادة دكتور زغلول كل اللي بيحاول يعمله إن هو يبرر حاجة إسلامية. أولا ادعاء إن الخنزير يأكل ما يخرج دي على فكرة معلومة مش صحيحة. صحيح. دكتور زغلول بيلخبط ما بينه وما بين الدجاج. الدجاج هو اللي بيعمل الموضوع ده مش الخنزير. الحاجة الثانية اللي بيتكلم عليها واللي بيتكلموا عليها حتى بعض من ضيوف حضرتك زي دكتور أحمد، الموضوع مش في الأكل اللي بيأكله الكائن. طب ما الماعز زي ما حضرتك وضحت في الغرب بيأكل الزبالة النفايات. الإنسان في الجهاز الهضمي بيحلل المواد العضوية لمكوناتها الأساسية الأولية، لأحماض دهنية لأحماض أمينية لسكريات وغيره، وبيمتص المحتاجه فقط والباقي بيخرج. فادعاء انه كائن يحرم لاجل اللي بياكله الكائن ده دي معلومه خطا. اللي بياكله الكائن ملهوش دعوه باللي انا هاخده منه. والحاجات الثانيه الاسلاميه اللي حضرتك قدمتها، يغسل اللحمه كويس او يسيبها في البيت 3 أيام، طبعا الكلام ده خراء ليس له اي اصل من الصحه. تمام، يعني على قد ما كانوا بيفهموا في عصرهم، لكن انا يعني الدكتور زغلول النجار ليس لديه عذر. خليني أخذ الأخ عزمي من فلسطين. أهلا مرحب بك. يا سلام. الأخ عزمي من فلسطين، أهلا مرحب بك. ألو مساء الخير. مساء النور. أهلا بك عزيزي، تفضل. يا سلام، وأتمنى الشفاء العاجل لمدام فضوى. أشكرك عزيزي. كنت أتمنى أتداخل في الحلقة الفائتة الماضية ولكن لم يتح لي، لأن هناك لدي كلام كثير في هذا فيما تقدمت وتفضلت به. تفضل. هل ممكن نتحدث في الحلقة الماضية أم أتحدث الآن فيما في اديني موضوع الخنزير النهاردة لو عندك سبب شرعي يا أخ عزمي قل لي، ما هو السبب الشرعي لعدم أكل الخنزير؟ بالنسبة للحم الخنزير، الله عز وجل قال في الكتاب العزيز فإنه رجس، والرجس وهذا هو علة التحريم هو الخبيث، وهذا ما قاله المفسرين.
قالوا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالرجس هو الشيء الخبيث، لذلك رجس يعني خبيث، وهذا ما قال به المفسرون. طيب ما هي إيه الفرق بين رجس وبين نجس وبين محرم؟ ما أنا عايز أعرف ليه رجس، ما هو السبب يعني رجس ليه؟ ليه أنت بتعتبره رجس؟ ما هو ده مش الإجابة يا أخ عزمي، ما وراء الرجس، لماذا هو رجس؟ معتبر هذا اللحم رجس، السبب؟ السبب ما كشفه العلم الحديث في أضرار لحم الخنزير. عندك غير كده يا أخ عزمي؟ عندك غير كده؟ ما أنا طبعا ما أنا سأقول لك. تفضل. أنا كنت أتمنى أن تستضيف دكتور محايد غير دكتور هولي بايبل، مع احترام الشديد طبعا لدكتور هولي بايبل. يعني لابد لدكتور هولي بايبل. انت عليك يا اخ عزمي انه حضرتك ان حضر لا لا ثواني، انه حضرتك انت لو عندك راي علمي دلوقتي غير اللي اتقال ادي قدامك، اتفضل قول. جانا الاخ احمد من شويه بيقول انه هو دكتور وقال لنا ليه ذبحوا الخنازير في مصر عشان مضره، ما ادناش سبب ضرر. لما قلت له وزير الصحه قال لا علاقه للصحه بها، الراجل يعني قفل التليفون ومشي. الآن أنا سأعطيك، الآن لو كتبت في جوجل why you should avoid pork، لماذا يجب أن نتجنب لحوم الخنزير، ستجد عشرات المواضع العلمية بكتاب طبعا أجانب وليس مسلمين. يعني أنت ادينا واحد منها، ادينا سبب من الأسباب. السبب أنا أقرأ لك سبب من الأسباب في ثواني في أحد المواقع ماذا يقول. There are reasons that the meat of the fish become more. يقول أن السموم في لحم الخنزير يحتوي على يعني لحمه مشبع بالسموم. اسم الموقع ايه؟ الموقع لدكتور جوش اكسي. جوش اكسي، وهو لو كتبت why you should avoid pork، لماذا يجب أن نتجنب لحوم الخنزير، هذا موقع من المواقع. طيب يعني إذا السبب عشان نكون نكسب الوقت، إذا السبب لحمه فيه سموم. نعم. ما معنى سموم؟ السموم هي الضارة في الجسم، هي الذي تفتك بالجسم. تمام. لماذا؟ تمام خلاص، بس خلينا في السبب ده، خلينا مع السموم معروفة لكل الناس، عشان عندي ربع ساعة بس. خلينا أسمع الدكتور غالي بيقول لك من ضمن الأسباب أنه لحم البورك فيه، لحم الخنزير فيه سموم. تفضل. طيب شكرا أستاذ وحيد، وشكرا لأستاذ عزمي أو الشهير باسم شيخ روحي، إزاي حضرتك؟ أولا ادعاء أنه لحم الخنزير فيه سموم أعلى ده غير صحيح، لأن في حيوانات اللي بتتغذى على سبيل المثال من النفايات واللي بياخد في طعامها نسبة تراب، لو التراب ده فيه نسبة سموم الحيوان ده ممكن يخزنه، ولو مات الحيوان ده آسف لو ذبح الحيوان ده قبل ما يموت هينقل السموم. الموضوع ده ملهوش علاقة بالخنزير لوحده. الموقع اللي بيتكلم عليه شيخ روحي يعني أثناء ما هو بيتكلم، أو أستاذ عزم أثناء ما هو بيتكلم، أنا فتحت الموقع، هو بيقول بيجز بروبلمك دايجستيف سيستم، فبيتكلم على مشاكل الجهاز الهضمي للخنزير. بيتكلم ايضا انه لو اكل نسبه دهون كثيره زي البيكن علشان فيها نسبه دهون، وده اللي انا قلته من شويه صغيره، ما بننصحش باكل دهون كثيره، ولكن لو هنقارن 100 جرام ل 100 جرام دهن الخنزير افضل. طيب انا كنت بقول طيب انا بس عايز اكسب الوقت يا دكتور غالي، انا عايز اتجه للاخ عزمي علشان انا عايز سؤال واضح، عايز سبب شرعي يا شيخ روحي، هل يا اخ عزمي عفوا، هل في سبب شرعي معروف تم بسببه تحريم لحم الخنزير؟ لو في الديني. نعم، بالنسبه لقول الله عز وجل لا تجد اشد تحريما من قوله انه رجس. طيب اشكرك. اللحم انه رجس، انا اقصد ليه رجس، يعني ليه رجس السبب انه ليه رجس، يعني ما هو في لحوم كثيره. لأنه سيكشف العلماء لماذا هو رجس، وفعلا كشفوا لماذا رجس. طيب شكرا. لا لا خلاص هذا يكفي يا أخ عزمي، سيكشف العلماء المسلمين ما كانوا يعرفوا، لحد ما يجوا الكفار يكشفوا لكم ليه ما تاكلوش الخنزير. يا أخي اللحم ده لو فيه سموم كان قتل الغرب ده كله،
الناس دول بياكلوا كميه بتاعت لحوم خنزير عاليه جدا، كان قتل هؤلاء الناس لو في السموم اللي حضرتك تتكلم عنها. انا عايز اكمل معلش بسرعه، لانه في نفس هذه الجزئيه نفس الموقع الاسلام فتوى اللي احنا جبناه من شويه وبيتكلم عن الدودة اللي هو جبناه من شوية، وختم كلامه بطريقة غريبة جدا، قال ومن ثم، من ثم إيه بقى؟ لا يقبل في نظر الإسلام رأي من يزعم أن تربية الخنازير الأهلية في العصر الحاضر بالطرق الفنية المراقبة في مراعية في مراعيه وفي مبيته ومأواه كفيلة بالقضاء على هذه الجرثومة، لما بينا أن نص الشريعة في التحريم مطلق. أنت بتنفي كلامك خلاص انتهى، مطلق وغير معلل ولو السبب. فمن الممكن أن تكون هناك مضار أخرى للخنزير غير الذي اكتشف، والعلم دائما في تطور. ما فيش علة يا أستاذ عزمي، ده العلماء كلامهم وينبغي أن يلاحظ، يعني ده بينسف أي كلام عن انه بياكل انه الخنزير رمام. اذا امكن تربيه الخنازير بصوره فنيه مزيله لهذه الافه في وقت او في مكان او امكنه كثيره في مراكز الحضاره في العالم، فان ذلك غير ممكن في جميع افاق الارض، وحكم الشريعه يجب ان يكون صالحا وواقعا لجميع الناس في جميع الاماكن. ما تقوليش بقى في الغرب حتى لو بيربوه كويس ما ينفعش، خلاص اذا تحريم الخنزير لسبب شرعي ما فيش لذاته، لهذا الحيوان بذاته شكله ما عجبوش. طيب بذمتكم أنا فتحت لأرى يعني مثلا هنا في هذا الخبر بندر بن سعود يقول الإرهابيين طالت يديهم ووصلوا للضبان اللي هو الضب، بنوديهم المناصحة، وتكلم عن أنه دي جريمة كبيرة اللي هم عملوا ده، واحد مال العربية بتاعته صائد الضب، تخيلوا الضب، فهو شاف انه دي جريمه وصيد جائر يجب ان يكون الصيد مرتب. يعني انت بتمنع الخنزير بس بتاكل الضب ما في مشكله، زي ما انتم شايفين بيصطادوا الضب وبياكلوه، الضب اللي هو ده، وانا اسف يعني بس الناس ممكن اللي هي ما بتقبل، يعني هو زي ما شايف محطوط لك مع رز وليمون وتحل بالبطيخ لا مشكله. اتي الان الى الرد على الأخ أحمد مشكورا اللي اتصل بنا من السعودية لنسمع الضربة القاضية لكلامك يا أخ أحمد. أنتم لم تفعلوا غير اضطهاد الأقباط طول عمركم، ليس أكثر من ذلك، ولم يكن قتل الأقباط قتل الخنازير إلا بس عشان دي بترعاها بترعاها يعني الأقباط هم اللي بيرعوها. فخلينا أسمع فيديو رقم 5 واسمعوا كلام وزير الصحة دكتور ومسلم، يقول المرض لو انتقل من إنسان لإنسان الخنزير ده بره المعادلة تماما، والقرار اللي اتاخد ده هوجة في مجلس الشعب يعني. وبعد كده بيسألوا ليه بعد طائفي، قال له يعني ممكن أنا سمعت كده، وبعد كده قال له ليس للأمر علاقة بالصحة. نسمع فيديو رقم 5 ونرجع. احنا البلد الوحيد اللي موتنا وذبحنا الخنازير، تفتكر ده كان ليه مردود؟ لا بصراحه لا، مش اي قيمه، مش اي قيمة. هل ده قلل اعداد المصابين بفرنسا الخنازير؟ بس انت المشكله احنا لما قلنا وقتها قلنا خلاص اول ما المرض يتنقل من بني ادم لبني ادم الخنزير بقى بره المعادله، او الطير او الحيوان بقى. ممكن اسالك تقول لي ذبحتهم ليه؟ بص مين اللي خد القرار؟ اعتقد القرار اتخذ في مجلس الشعب، يعني مجلس الشعب هو اللي قال ذبحوا الخنازير؟ قصه قامت فجاه كده في جلسه من جلسات هوجة، يعني قامت في جلسه من جلسات انا فاكر كويس، كان يوم 3 أو 4. القرار ملوش اي بعد اكتر من كده؟ يعني على حد علمي يعني. هل البعض استغلها عشان يدي بعد طائفي؟ بيقال هذا لكن انا ما عنديش فكره يعني، اصل انا ما كنتش جوه قوي صياغه القرار يعني. انا سمعته زي ما انت سمعته كده بالظبط، انما صعب قوي ان انا اسمعه ان انت وزير الصحه. لا لا بس انا ملوش علاقه بالصحه، ما لهوش علاقه بالصحه، دكتور حاتم الجبلي وزير الصحه في ذلك الوقت، موضوع ليس له علاقه بالصحه. ما قتلتوها ليه؟ ما قال لك الموضوع اتاخذ هوجه، لا قتلتوها علشان اللي بيرعوها الاقباط بس ليس اكثر من ذلك. يعني
ده أكل عيشهم وكيف تحارب الأقباط في كل شيء حتى في الناس اللي هي بتربي الخنازير. أنا عاوز أوصل لجزئية أخيرة وهي أنا يعني أروح بسرعة كده لسبب آخر واللي هو ذكره أخونا جورج منذ قليل. تخيلوا مفهمين المسلمين إيه؟ مفهمين المسلمين إنه الخنزير لما تاكله ده بيسبب الغيرة، إنك أنت يعني ما بتبقى بتغير على مراتك، يعني أنت عاوز تحرم الخنزير ومش لاقي سبب، عمالة تحط أي أسباب. فأنا تتبعت هذا السبب، وهو طبعا منتشر بين الأحباء المسلمين لكن له بعد يعني ثقافة دينية. فأنا رحت للإسلام ويب مركز الفتوى ووجدت أحدهم يسأل مدى تأثير لحم الخنزير في ذهاب الغيرة، الغيرة على الزوجة يعني، وبيقول أنا عاوز الأدلة الشرعية، مسلم فاهم ادوني أدلة شرعية التي تثبت أن لحم الخنزير يذهب الغيرة. فالفتوى بيقولوا له ذكر أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط علل لتحريم لحم الخنزير، ومنها أنه يقلع الغيرة ويذهب بالأنفة، فيتساهل الناس في هتك المحرم وإباحة الزنا. الخطيب الشربيني قال لك الغذاء يصير جزءا من جوهر المتغذي، ولا بد أن يحصل للمتغذي أخلاق وصفات من جنس ما أكل. ده كلام ده من جنس ما أكل؟ يعني أنا لو باكل فراخ كل يوم بعد شوية حيقوم لريش وهطير، إنه حاخد يعني الجنس الأكل اللي أنا باكله؟ شيء غريب جدا. وجدت هذا الكلام نادى به أكثر من شخص، اللجنة الدائمة قالت بي للأسف، ابن عسيمين قال بي، برضو ابن تيمية قال بي، عطية في شرح بلوغ المرام قال بي. خليني أسمع دكتور غالي رأيك، إيه ينفع الكلام ده طبيا وعلميا يعني؟ لا طبعا، ده اللي بيقول الكلام ده ما يعرفش اي حاجه عن علم الجينات ولا اي حاجه في الميكروبيولوجي ولا اصلا اي حاجه في البايوكيمستري. الحاجه الغريبه يعني زي ما حضرتك علقت، طب ما في ناس كتيره بتاكل اسماك كتيره وما بتعرفش تعوم، هل ده ليه علاقه مثلا؟ اللي عايز اقوله اللي قاعدين يتحججوا بموضوع لحم الخنزير والمشاكل اللي يسببها، قارنوا الصحة الحالة الصحية للغرب اللي بياكلوا لحوم خنزير كتير وقارنوها بالحالة الصحية لمسلمين الشرق عشان تبطلوا الحجة دي. أما علاقة الصفات دي ليس لها أي علاقة. طيب. احنا بناكل كائنات كثيرة وما بناخدش أي صفة منها. تمام، أنا بشكرك يا دكتور غالي لأنه الوقت أزف سامحني، لكن أنا بشكرك أنك كنت معنا وغطيت معنا الحلقة دي عبر الهاتف. الرب يبارك حياتك. ربنا يبارك حضرتك. شكرا لك. طيب أحبائي المباركين، نحن على يعني خلال حلقتين، كانت الحلقة السابقة الدم والمخنوق والحلقة دي الخنزير في الإسلام، وبحثنا عن السبب الشرعي، أقصى ما وصلنا له أنه رجس. طيب لماذا رجس؟ لم نجد ما بعد ذلك. طبيا سمعنا حتى الدكتور حاتم ليس هناك سبب واضح. الحلقة القادمة هتشوفوا الأسباب الرائعة في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وسنأخذ أيضا لماذا، فكرة مبسطة ليس مجال بحثنا، لماذا تم تحريمه عند الفراعنة، لأني وجدت بعض الأحباء اللادينيين أو الملحدين يقول إذن هناك تأثير توراتي بالفراعنة، وهذا الكلام غير صحيح، لأن التوراة لم تحرم الخنزير وإنما وضعت قاعدة الخنزير ضمن هذه القاعدة. أحبائي المباركين، صلوا من أجلنا وتابعونا في الحلقة القادمة بنعمة الرب من برنامج الدليل. ربي يبارك حياتكم، وستكون الحلقة القادمة الخنزير وأكله في الكتاب المقدس. سلام المسيح.